بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. من علامات الساعة الكبرى وأهوالها العظمى خروج يأجوج ومأجوج من تحت السد الذي حبسهم فيه بالقرنين بإذن ربه، فحين يأتي الله بأمره يستطيعون أن ينقبوا ذلك السد ليخرجوا من تحت الأرض فينشروا فيها الفساد والخراب. وفيهم قال سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حلقة اليوم عن معنى هذه الآية والمراد بكلمة ينسلون في هذا الموضع القرآني، وهل الناس يفهمون معناها صح؟ فنسمع منهم الإجابة. ينزلون، انا واش نعرف على جوج وماجوج؟ هادو ما كي تقوم الساعه يخرجوا من تحت الارض، وكيكون العباد كيكونوا ناقصين الدين وناقصين تما شغل، هادوك راهم حيعذبوهم. واللي يكون عنده دينه ما شاء الله ويكون تقي ربي، يكون عنده يكون داير الخير في حياته، وسك شغل يسلك منهم. هادي تاعي كما اللي يقول القصه تاع ياجوج وماجوج، تما راهم قاعدين كما نقولوا حنايا يحفروا، مثلا عندهم مكان اللي يلحقوا ليه باش يزيدوا يفسدوا ويديروا الشر الى اخره، اعوذ بالله. بعدين قاعدين يحفروا حتى يلحقوا لهذاك المضرب اللي راهم فيه باش يزيدوا يكملوا واش راهم حابين يديروا. ماشي حاجه مليحه، حاجه كما نقولوا يعني ما يبغاها لا العبد لا ربي. القوم اللي شغل قوم الدجال، انما من قوم الدجالين يكفروا بربي، هما ما يأمنوش بالله، قوم الدجالون هما اللي بتينا. من كل حدب ينسلون معناتها هاجوج وماجوج، مستعدين في علامات قرب، من علامات قرب الساعة يكونوا موجودين. ثم لازم هم راهم في السد، عندهم سد، راهم في السد تاعهم، معناتها ينسلون معناتها يكونوا موجودين. الناس معناتها يقوموا بال علامة قرب الساعة، يخرجوا خروجهم هو يوم البعث، يوم القيامة يبعثون، يوم القيامة كما نقول يوم البعث يبعث الناس جميعا فوق الأرض. هكذا كانت أجوبة الناس، أغلبهم يظنون أن ينسلون بمعنى يلدون ويتكاثرون، يعني أن يوم القيامة حين يخرج يأجوج ومأجوج من سجنهم سوف يتكاثرون في كل مكان. لكن هذا الفهم خاطئ، والصحيح ما جاء في تفسير السعدي قال: هذا تحذير من الله للناس أنه قرب انفتاح يأجوج ومأجوج للسد، وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم، وقد سد عليهم ذو القرنين لما شكي إليهم إفسادهم في الأرض، وفي آخر الزمان ينفتح السد عنهم فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة والوصف الذي ذكره الله من كل مكان مرتفع وهو الحدب، ينسلون أي يسرعون، وفي ذلك دلالة على كثرتهم الباهرة وإسراعهم في الأرض. في الختام نسأل الله العفو والعافية والرحمة الواسعة من أهوال يوم القيامة، وأن يقدرنا الله تعالى على فعل الخيرات وحسن العبادات قبل أن يأتي يوم قال فيه تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. دمتم في رعاية الله وحفظه.